जो भाभी भी आमने में ना दर्द दिन को दिख रही था मुश्किल है बेटे बिल्कुल लिनलेस في يومها العادي مشكلة بتاعتنا النهاردة بقى عن ايه يا حبايبي؟ عن انسداد الحوض بتاع الماية. ده حوض الوش اهوت زي ما احنا شايفين مسدود. طبعا لما بينسد محدش بيقير بيعمل فيه حاجة الا انا اللي بسلكه، مش عشان حاجة، عشان محدش هيسلكه الا اذا انا سلكت. طيب ازاي بقى تتغلب على المشكله ديت؟ مشكله بتواجه كل الناس، عشان ما نقعدش ايه نتكلم كتير. زي ما احنا شايفين كده انا بجيب ايه حته سلك واير اهو، سلك فرامل عجله قديم، سلك ببريش موتوسيكل او عربيه قديم، اي حته سلك عندك. وبنثني الشعر بتاعها، شايفين يعني هي باينه في الصوره كده اهي، بنتنا الايه بنتنا شوية شعر منها كده، حرف كده بنتنسمنا كده اهو، ونبدأ من ايه ندخل. احنا زي ما احنا شايفين المية اهي، هاي المية اهي، ونبدأ ندخل ده في فتحة من فتحات الايه البلاعة السيفون بتاع الحوض. طبعا انت بتدخلها كده، وبعد ما ندخلها بنبدأ نلفها ايه، نلفها لفة اهو، نلفها كده اهو، نبرمها كده اهو. وبعدين لما بتبرمها بيبقى معظم السدد اللي حاصل نتيجة الشعر، الشعر بيتساقط من الزبائن بتوعنا اللي بيغسلوا راسهم. الزبائن بتوعنا دول ما تفهموش خالص، دول هم الاولاد يعني اهو. وطبعا ده بيتكتل ايه ويعمل ساده. انا زي ما احنا شايفين كده نبدا ايه نلف الغير كده، نبدا نلف كده اهو اهو، تبدا ايه تبدا تشد عشان الصوت بدا يسلك اهي. شوف اللي طالع ده بتاع سلك ده، شايف اهي صرفت الميه كلها. شوف اللي طالع ده، احنا بقى بنتكلم وراها عمالين ايه. طبعا شايف الشعر، شايف كتل من الايه من الشعر اهو. برضه ندخل تاني، مش مجرد ان الماء تسلك تسيبها، لا نفس الطريقة من ايه نظمها شوية كده اهو، وتبدأ تشد بالراحة كده وتسيسة وهي طالعة اهي، شايفين اهي. من غير بقى ما تفك السيفون اللي تحت بتاع الحوض، ومن غير ما تقعد تضغط بالبتاع الكاوتش، لان بتاع الكاوتش لما تضغطها بتفتح ممر المايه انها تعدي، انما الشعر ما بتشدوش، لان الشعر بتم ماسك في قلب ماسك في المسمار ده من تحت، في مسمار هنا ماسك في صاموله من تحت، فالشعر بيبقى لافف حوالين المنطقه دي مهما عملت. طبعا الشعر بيبقى موجود وحواليه رواسب، الرواسب هي اللي بتنزل والمايه بتسلق. ورغم ذلك يعني شوف، مجرد ان هو ماسك في قلب السلك من الصعب ان انت بتطلع منه، ما بالك ده هو ماسك هنا، ما فيش لا حاجه بتشد ولا بتعمل. شويه الضغط اللي انت بتعملهم بالكاوتش اللي بتسلك بقى الحوض ديت، يا دوبك بتشيل الرواسب بحيث ان المايه يا دوبك تعدي، وتلاقيها كام يوم وتلاقيها ايه وتلاقيها انسدت تاني. ف افضل حل ان انت تعمل الموضوع ده بحيث انها ايه يبقى تسليك تسليك اه. ونبدأ برضو ايه ندخلها تاني لحد ما ايه ندخلها ونعمل الحركة دي، نلف اللفة دي من ايه نحس انها خلاص ما بقتش تطلع حاجة اهو. المفروض ما بس هي فرطت
لأن طبعا ديت إيه مشكلة بتواجهنا كل يوم، فلازم إيه حل. الحل ده بصراحة حل بسيط وسهل اهو زي ما احنا شايفين كده. وبعدين بتدخل في كل الفتحات على اساس ايه لو في حاجة شبكة شمال شبكة يمين تبدأ تجيبها. شايف كل ما بتتني الحرف وتبدأ تلفها وتبقى قريبة من مكان الشعر بتبدأ ايه بتجيب كتير. كده يعتبر سلك احنا كمان في الكيان. سلكت من هذا طبعا هو ما بيرصف شيء، يا دوبك شوية الماء ما بيلحقوش بينزل على طول العمل. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا ريت ما تنسوناش بقى في اللايك، طبعا اللايك حلو كده احلى لايك عندك. شارك الفيديو عشان المعلومه تنتشر. اشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد، ويا ريت تدعمونا بالاشتراك. يلا سلام. طلعت العمل ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا ريت ما تنسوناش بقى في اللايك، طبعا اللايك حلو كده احلى لايك عندك. شارك الفيديو عشان المعلومه تنتشر. اشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد، ويا ريت تدعمونا بالاشتراك. يلا سلام.